عصام وسط. تعال ما وصلك. معلش هروح بالمترو. والله هزعل منك. يا ميرفت ما يصحش. معلش عشان اعطلكم. اتفضلي بقى ما يصحش. خشي خشي. الله. خد بالك من الطريق يا خالد. انا واخد بالي اهو. خليك يا شهير هوصلك. معلش هكمل بالاتوبيس. ودي تيجي برضو؟ اطمني خلي خاطر. باي باي. باي. الشنطة مضايقاكي هاتيها نحطها ورا. هاتي بس. مش مضايقاني. انت لسه خايفة مني؟ وخاف منك ليه؟ امال زنقة نفسك جنب الباب ليه؟ عشان تعرف تسوق. الباب ما اتقفلش كويس. اوعى. سيبه هقفله. انتي خوافه قوي. من فضلك انا هنزل نفسي الجاي. البيت اهو. متشكره قوي. عن اذنك. بس لازم اشوفك. اهلا انسه سهير. اهلا. انتي ساكنه هنا؟ لا بزور جماعه قرايبي. اه في انهي دور؟ الاخراني. الله دي فيلا الاستاذ محمود حسن. انتي تقربي له؟ طبعا ده خالي. غريبه. ليه؟ على كده بقى تعرفي ابن اخوه حسن. طبعا. اه ايه رايك فيه؟ شاب لطيف ظريف ودمه خفيف. متشكر متشكر قوي. على ايه؟ متشكر على ايه؟ اتفضلي. عن اذنك. ايه؟ انت رايح فين؟ داخل بيت عمي خالك الاستاذ محمود حسن. هو يبقى خالك عمي؟ يا خرابي. ما انا حسن.